لشهر رمضان حضور خاص عند العراقيين في شوارعهم وأسواقهم وموائدهم، إلا أن هذا العام بدت الأمور مختلفة. ارتفاع أسعار السلع أثر إلى حد كبير على الأجواء الرمضانية وعلى حركة التجارة في الأسواق، ورغم أن الأزمة يعاني منها المواطنون منذ تخفيض أسعار الدينار أمام الدولار، إلا أن الوعود الحكومية بضبط الأسعار خصوصا في شهر رمضان كانت أملا منتظرا، لكن يبدو أنه لم يحدث. هذا شهر رمضان والسوق مرتفع، ارتفع شافوا شهر رمضان اجوا ربحوا السوق. هسه كلها غالية، دولار غالي، المتقاعدين هم قال المتقاعدين يعني 500 وهذا السعر، شوف السوق قاب. الحكومة سوق قاب نار علينا، كيلو سمك ب 7000 دينار، زين المواطن منين يجيب؟ هاي المواد كلها قبت نار. ليش هيك؟ احنا هاي شيء هيك يعني يحل شهر رمضان يصير غضب على المسلمين؟ ما يصير هاي السالفه. خبراء الاقتصاد يرون ان الازمه العالميه لها دور كبير في حاله الغلاء بالاسواق العراقيه، الا انهم يحملون السلطات العراقيه عدم رقابه الاسواق وترك القطاع الخاص يمارس سياسه احتكاريه على كثير من السلع. لان المواطن يستلم بالدينار بينما يشتري بالمقابل بالدولار، وهذا التفاوت سيخلق فجوة كبيرة بين المدخول والمصروف، وهذا ما راح يؤدي إلى حالة من الكساد والفوضى في السوق. أنتم الحكومة خلوا لكم رقابة على التجار، أنتم إذا تقولون الدولار على مود يتهرب ما مسيطرين عليه، سيطروا على التجار. تعالوا شوفوا وش قصة عد الدولار علينا، إحنا شين ذنبنا؟ جبنا حياتنا من 2006 لحد الآن ندفع ثمن الحكومة، ياهل يجي يبوقنا وراح، ياهل يجي يبوقنا وراح، تسوون لنا حل؟ هاي العالم كلها على الله على 25000 عماله. زين انا جيت اليوم جيت احتاريت حيره والسوق يريد. انتم الحكومه تعالوا شوفوا الوضع، والله عجيب. يعني انتم حكومه قررتوا الدولار 32، ما عندكم سلطه؟ مع تزايد القلق الشعبي حول غلاء اسعار المواد الغذائيه، فالمواطنون هنا يحملون الحكومه المركزيه بعدم تطبيق السياسه الرقابيه في الاسواق وعدم اتخاذ اجراءات بشان ربط الاسواق بالمواد الغذائيه والزراعيه بما يلبي حاجات المواطنين من المواد الاساسيه ومعالجه المخزون الاستراتيجي لمواجهه غلاء الاسعار. لقناة وطن الفضائية هدى الزبيدي، البصرة.